هذا الاثناء يصل العامل صاحب الجلالة. عاش الملك، عاش سيدنا، الله يشافيه، الله يعافيه، الله يزيد في عمره، الله يعمر ربي ان شاء الله هادشي يكون لينا مبارك مسعود. رحنا عطشانين، دار التفاته فينا، الله ينوره والله يشافيه، الله يشافي سيدنا والله يطول لنا عمره، والله يزيد في عمره، والله يزيد في في في, في عمر الشباب، الشباب اللي واقفين في المهنه وتيدافعوا علينا، الله يحفظهم، الله ينجيهم، الله يصاوب سقامهم، الله يرضي عليهم، الله يعمر ربي ان شاء الله هذا الشيء يكون بارك مسعود ويدخل علينا بالخير، الله يحيد علينا هذا الجفاف، الله يعمر ربي يلطف بينا ويحيد علينا الجفاف، وسيدنا الله ينصره ويزيد في عمره، لا هو لا الاسره الملكيه كامله، الله يزيد في عمره، الله يزيد في عمره، الله يشافيه، الله يهدم سقامه، الله يهدم ظلامه، الله يعمر ربي يشافيه من عنده. راه سيدنا درويش ربي وراه معاونا وراه راد البال للشعب ديالو، الله يزيد في عمره، الله يحفظه وينجيه، الله يعمر هاد الشباب اللي معاونينو، الله يهديهم، الله يهديهم، والله يعمر ربي يرد بهم، الله يعمرهم ان شاء الله يخدموا البلاد الخدام ديالو، والحمد لله يا رب العالمين. شكرا. شوف تي في هذا كما شفتوا اليوم كان اعطاء انطلاقه من طرف السيد العامل والساده المرافقين له للبدء في اشغال تثبيت محطه ديال تحليه المياه متوسطه الملوحه لي زو سوماتر. يعني هذا المشروع كيدخل في اطار البرنامج الوطني ديال الماء 2020-2027، كيدخل كذلك في اطار الجهود الراميه الى خفض وقح الجفاف على الساكنه والنقص في المياه الجوفيه والنقص في مياه الشرب. يعني هاد المحطه هي اول محطه في الاقليم، اعدادات تقنيه عاليه يعني لتصفيه المياه متوسطه الملوحه، تستعمل الاوسموز يعني انفيرس يعني التراندخ العكسي، هي تقنيه متطوره يعني الصبيب ديالها غادي يكون تقريبا في حدود 25 متر مكعب في الساعه، يعني الساكنه يعني في حدود تقريبا 8000 نسمه، وهذا حسب المعايير المنظمه العالميه للصحه، فتكون يعني كافيه لسد الاحتياجات ديال الماء الصالح للشرب وكذلك يعني الماشيه. يعني يعني احنا مع الشركاء يعني لاراديما والمديريه العامه للجماعات المحليه والعماله، غادي نشوف ان شاء الله كيفاش غادي نلقاو النموذج ديال التسيير، علما ان يعني الدوله هي اللي غادي تكلف بالتكاليف الاستغلال في هذا اللي في سنه، فمن بعد سنه يعني ان شاء الله غادي في هذه المده غادي نبحثوا على انجع طريق وانجع يعني نموذج باش نضمنوا الديمومه ديال هذا استغلال هذه المحطه بما فيها اللجوء الى الطاقه الشمسيه لخفض الكلفه، لانه كما كتعرفوا انه الطاقه اللي كتستعمل المحطه تقريبا تدخل في اكثر من 40% من الكلفه ديال المياه، فالحاجه اذا ماسه الى ايجاد يعني التقنيات ديال الانتاج الطاقه الكهربائيه للنقص من التكاليف. كنفكروا ان شاء الله في الطاقه الشمسيه كبديل، هذا مع العلم انه يعني الطاقه العاديه ستكون كذلك في اوقات اللي ما تكونش فيها الطاقه الشمسيه متوفره. هضرنا على هذا المشروع هذا لليوم، الحمد لله المشروع اسيدي مزيان والناس مجموعه الحمد لله، وهاد الناس اللي قاموا بهذا الشيء خلصهم الله والحمد لله، الله ينصر سيدنا وقاموا معنا، الله يسهل عليهم، الله يرحم والديهم، جزاهم الله خير، والحمد لله غتكون هاد التصفيه مزيانه، والحمد لله والحمد لله الماء كاين، الحمد لله غادي يصفى ويتصاوب، والله جزاهم الله، والله ينصر سيدنا، الله يرحم والديهم، خلصهم الله،
يلاه سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، معك الاستاذ زهير عبد الهادي، النائب الثاني رئيس المجلس الجماعي سيدي عيسى بن سليمان. كما كتعرفوا الجماعه كتعاني من ندره ديال الماء الصالح للشرب، وخصوصا الجهه الجنوبيه اللي ديال الجماعه، ديال الملحق التابع لجماعه سيدي عيسى بن سليمان، هو ملحق سيدي محمد التومي. تقريبا واحد 8000 نسمه اللي كتعاني من هذا المشكل ديال الماء الصالح للشرب. واليوم الحمد لله جات هذه المحطه، كما كتعرفوا لانه هذه المنطقه فيها فقط المياه المالحه، انه الماء العذب هنا منعدم، شبه منعدم. جات هذه المحطه ان شاء الله لتحليه الماء المالح، باش تفك لنا هذا المشكل ديال تزويد الساكنه بالماء الصالح للشرب. وهي من احدى المشاريع المهيكله اللي صراحه ماشي غير هذا المشروع، كاين مشاريع اخرى ان شاء الله اللي شافت النور في جامعه سيدي عيسى بن سليمان. صراحه غتفك لنا هذا المشكل على الاقل بالنسبه لها 8000 نسمه، ونتمناو لانه ان شاء الله تدار محطات اخرى، لانه باقي المشكل في جامعه سيدي عيسى بن سليمان. كما كتعرفوا هي جامعه اللي شاسعه ومتناثره الاطراف، وفيها واحد النسبه من الساكنه مهمه ومشاحه شاسعه. نتمنى من الله سبحانه وتعالى لانه هذا المشروع يفك لنا في اقرب وقت هذا المشكل. وبهذه المناسبه كنوجه الشكر للناس المساهمين، كذلك بالنسبه للسيد الرئيس لانه اللي شارف على هذا المشروع، وشكرا.